جاب عندي سمكتين بوري عايز اعملهم زيت وليمون. قبل ما اقطع السمك وقبل ما اخش في سكه الزفاره، تعالى نعمل تتبيله حلوه جدا وبعد كده نشوف هنعمل ايه واحده واحده. طيب اجي بقى عندي الاول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، بوله فاضيه. كلمه سمك زيت وليمون يعني اكيد في زيت وليمون، بس الفكره بقى قد ايه وكميه ازاي، هو ده الواحد لازم برضو يركز فيه مع حضراتكم ونتكلم بشكل يكون بسيط. طيب ايه اللي ممكن يعمل الصوص او التتبيله المظبوطه لفكره تتبيله زيت وليمون؟ اول حاجه اي حاجه قدامي اقدر اوظفها اقدر اوظفها، بس خلينا نتكلم بطريقه بسيطه جدا. بنقول بدل ما نعمل معيار عشان ببص على معلقه كبيره، هجيب عندي نقول مثلا لو حضراتكم شايفين مثلا كده، ادي نقول 3 معالق ليمون كبار كده، بسم الله، كمان 2 يبقى 5 معالق ليمون، اوكي، وقدامهم بالظبط بالمعيار كده بالسنس 5 معالق من زيت الزيتون، ادي كده واحده مثلا 2 3 4 5. حلو الكلام. ايه اللي عرفني ان هم 5؟ هنشوف. ايه اللي عرفني كمان ان الصوص هيبقى ناجح ان شاء الله؟ لما ابدا اضرب الصوص مع بعضه يبقى الاثنين نفس القوام. هجيب عندي فلفل اسود والملح بالمره عشان يتبل. فلفل اسود طبعا الافضل يكون فريش زي اللي بعمله بحضراتكم دوت، افضل بكتير جدا من اللي بجيبه يكون ناعم او في برطمان، لان طبعا في انواع حلوه وفي انواع بتبقى مش لطيفه، بتخلي التتبيله بتبقى مغمقه او الشوربه حتى تلاقي عليها ريم غريب جدا، والنتيجه نقول بقى اصل ممكن يكون من العظم، لا لا، هو بيبقى غالبا من بعض انواع البهارات تبقى كويسه او كل حاجه، لكن ممكن يكون تخزين غلط، كواليتي مختلفه، مش عارف تفاصيل ايه، نحاول طبعا نتجنبها ونمسك الحاجه الاحسن الفريش للاسف. حبه ملح مع فلفل اسود، تمام، وبعد كده بشوف لو عندي مضرب، اوكي، ما عنديش مضرب انا ممكن اوظف عادي جدا اي شوكه للصوص، وابدا اضربهم كويس جدا لحد ما يربطوا. اول ما يربطوا هنا النتيجه بانت ان هو التتبيله مظبوطه او الخمس معالق قد الخمس معالق، ودي حاجه مهمه جدا جدا يعني كده. انا بصوص زي ما حضراتكم شايفين، شايف المنظر عامل ازاي؟ مش زي ما كنت بتكلم ان هو كان ميه وزيت، لا دلوقتي بقى تتبيله كويسه. طيب تعالى بقى نبهر وندلع شويه الامور، نجيب معلقه صغيره ونبدا نحط عندنا سنه كزبره ناشفه، مهمه جدا. حلو كلام. وعندي كمان حبه بهارات سي فود لو امكن، بجيبها من عند العطار عادي جدا، ما هياش حاجه معينه. وعندي كمان هديها من عندي سنه بابريكا، بابريكا مش شرط تكون شطه، ولكن بابريكا ممكن تديني لون محمر شويه، تديني تيست مدخن شويه، لان طبعا البابريكا هي فلفل ارناؤوطي. وما معنى كلمه فلفل ارناؤوطي؟ هو مش شطه، عشان بس في بعض الناس تختار الامر ان ما دام هي حمراء كده يبقى سبايسي قوي وكتير. اقول لحضرتك لو لا، هي عباره عن فلفل عادي، ولكن لما بيتحمص وبيبدا يطحن بيبقى ما فيهوش شطه، ولكن بيدي طعم حلو، ان هو في طعم التدخين، هو مدخن شويه، فبالتالي هناخد منه جزء بسيط نطعم بيه التتبيله بتاعتنا ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. طيب نرجع تاني ندي تقليبه لطيفه للبهارات برده، وبنصح دايما حضراتكم اي حد يجي يعمل اي حاجه ما احطش السمك او الفراخ او اللحمه وتبل، لا. هنا الموضوع هفقد شويه فكره ذوبان التتبيله، ذوبان البهارات هي اهم حاجه. يعني انا النهارده حاطط مثلا جبت نص كيلو لحمه او جبت سمك ايا كان، وفي نفس البوله ملح وفلفل واحط 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 وبعد كده اقعد اقلب، في حاجات هتتبل او هيوصلها التتبيله وفي حاجات مش هيوصلها، فالافضل انها تتبل حاجتي بره وهو ده المظبوط. طيب حطينا البهارات وحطينا زيت والليمون وكل حاجه، تعالى بقى نجيب ايه بقى؟ السمكيه، سمكيه بوري فريش زي ما حضراتكم شايفين في منتهى البساطه، مفتوحه ونضيف اهم حاجه من جوه، لكن تعالى نشوف هنعمل معاها ايه. عندي هنا في جرنش لطيف، في زعتر، هوظف الزعتر ده معايا برده في التتبيله، وده اختياري مش اجباري، لو موجود تمام مش موجود تمام. هعمل ايه بقى في السمكيه؟ ممكن اعمل حاجه حلوه قوي قبل ما اقطع السمكيه، انا احب دايما انشف السمك او الفراخ او اي شيء بنشتغل بيه. ليه بقى يا شيف؟ والله تنشيف الحاجه مهم جدا لعده اسباب، والسبب الاول بص انا ممكن بطلع حاجات ممكن عينيا مش شايفاها من الغسيل، فبالتالي الافضل المنديل بيفرق معايا جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه ومهمه جدا برده، لما اجي امسك السكينه في اي حاجه فيها ميه غير ما تكون ناشفه بتفرق جدا في التفاصيل وفي التقطيع المطلوبه للشغل بتاعنا. طيب وبعد كده هنجيب السكينه اللطيفه، بسم الله، وهنبدا نعمل ايه بقى؟ نعمل كده فتحه في النص كده اهو، ونيجي نعمل حواليها كده بالشكل ده عشان التتبيله تخش جوه السمكيه، والعكس صحيح، هعمل كده برده وكمان تستوي معايا بسرعه، بس مش اكتر من كده، واجي اعمل كده في التتبيله وهنتبل تاني. دي ممكن نعمل حركه ثانيه كده مثلا تشريح بالشكل ده كده، وما نزودش اكتر من كده، يبقى عملنا برده واحده واحده. اجيب عندي السمكتين الحلوين دول، بسم الله، وابدا هتبل السمك كويس قوي من جوه ومن بره. شايفين حضراتكم بعمل ايه؟
بالزعتر وكأني فرشه. الزعتر بستخدمه اللي هو يعني ايه بيفرق معايا جدا وانا بدعكه في قلب السمكه. يا شايفين المنظر عامل ازاي؟ وابدا التتبيله دي امشيها كده اهو، لحم السمك يبدا يشرب من التتبيله وشه وظهر، واحشيها برده ولكن في النهايه. تحشيها ايه يا شيف؟ احشيها طبعا ليمون لو حبيت، تحشيها شبت. تمام لحد كده احنا زي الفل. ادي الليمون مثلا عندي، وما بزودش كتير عشان ما يمررش مني، انا كده كده عايز احط عندي فرخه ياشين بس. تمام لحد كده تمام. ادي ليمونه كمان، واخد الكلام ده كله ونطلع بيه فين؟ على الفرن. يلا بينا. الفرن دايما انا بشتغل بيه عادي زي اللي في الاستوديو مع حضراتكم، ولكن دايما بقول معلومه مهمه جدا جدا. يعني واحد بس انا وقفه الفرن دي وقفتني شويه. يعني انا دايما في المطبخ في الاستوديو مع حضراتكم بواقف ببص الاقي حيطه. النهارده انا شايف بحر، فحاسس ان في حاجه غريبه، بس طبعا اكيد الفيو والمكان مشجع جدا على الطبخ وكمان على الاكل، وده مهم جدا. هعمل ايه بقى؟ ارجع تاني. الصاج اللي دايما او الصينيه اللي موجوده دايما في قلب الفرن احنا ما بنسيبهاش عادي، بنحط ورقه الومنيوم لعده اسباب. اولا عشان الريحه، ثانيا عشان اقدر استغل كمان الفرن بعدين، ثالثا ما اقعدش انضف الفرن بصابون وليف وحاجات، لاني الرواسب اللي نزلت من الشبكه وقعت في قلب الصينيه، فبالتالي هتعمل ريحه مش كويسه قوي. فالافضل نعمل ايه؟ بنجيب عندنا ورقه الومنيوم نحطها في ارضيه الصينيه، نشتغل عليها، وفي اخر الطبخه لما بنسوي السمك او الفراخ او اللحمه بنرفع السمك او الفراخ او اللحمه وبنشيل الورقه بنطبقها نحطها في الباسكت زي ما هي. يلا ده انا قصدي عليه. بسم الله كده. والليمونه بحطها عندي مطرح الخياشين السمكه عشان بس ايه تبقى كده. بسم الله. واسيب الكلام ده كله. التتبيله دي مش بنرميها، التتبيله دي بنسيبها، وكمان شويه ان شاء الله هجيب عندي فرشه، وبعد كده هبدا اخش كل شويه كده اديها سنه سقسقه عشان اطعم شويه الامور. وكمان لو انا ما سبتش التتبيله شويه كافيه في وقتها، يعني اللي هي تاخد مثلا ربع ساعه او 10 دقائق، طبعا وقت البرنامج بيحكمني، فالافضل ان انا ما اتجاهلش التتبيله او ارميها، لا بالعكس انا اجيب فرشه وكل شويه اخش كده ايه اديها تلميعه، وهو ده المطلوب. طيب التتبيله الحلوه دي واروح جايب عندي زي ما اتفقنا مع حضراتكم فرشه، ويلا بينا نرجع تاني على السمك البوري اللي على البحر ده. يلا بسم الله. انا اعتقد كده الامور زي حضراتكم شايفين، ولو حضراتكم فاكرين كنا بنتكلم من شويه على الجزئيه بتاعت الورق الالومنيوم ما نحطش، لا هي دي بص المنظر عامل ازاي، باينه جدا ان الورق الالومنيوم مهم جدا عشان كمان ريحه السمك والتفاصيل دي كلها. طيب كده احنا دخلنا في اول طبق وشغلناه، والطبق الثاني شغلناه برده. انا اعتقد كده اللي جاي ان شاء الله سهل جدا وبسيط ما شاء الله. ده خلصان. تعال بقى نشوف السمك عامل ازاي. سمك يعني ما شاء الله، يعني مش عارف انا رايح فين كده، بس غالبا رايح على البحر يعني مش عارف، بس انا كنت رايح كده جاي لكم هنا المفروض، بس طبعا المنظر يخلي الواحد يعني يجري على كده على طول. طيب زي ما حضراتكم شايفين بص السمك عامل ازاي بمنتهى البساطه. بص كده عليه، ما خدش مننا وقت ولطيف جدا، وانا بصراحه يعني عامل حاجه واضحه قدام حضراتكم، وعامل كله، انا حابب اعمل كله قدام حضراتكم هنا، يعني ما يبقاش في حاجه متاخره او حاجه معموله او غيره. نعمل الطبق حالا بس نلبس كلابس ونشوف الحكايه. طبعا هنا الجمبري زي ما حضراتكم شايفين خلاص محتاج المكرونه وهيتغرف على طول، والسمك يتغرف، وكان هيطلع فاصل، بس بعد الفاصل ان شاء الله عندنا بقى طبق سلطه لطيف جدا ان شاء الله الفاصل الاخير، يبقى كده ان شاء الله خلصنا كل حاجه. تعالى بس الاول طلع السمكيه دي في طبق لطيف كده مثلا، وممكن نعمل جرنش لطيف للسمكيه. كنت هاخد حاجه السلطه والله. طيب ناخد حبه بقدونس على كزبره لطاف كده، نطعمهم كمان بسنه شبت لطيفه، ممكن كمان نديهم سلايز ليمون حلو للجرنش عشان ده سمك برضو تتوي ليمون. اهم حاجه الطبق بتاعنا يبقى شكله حلو، وبرضو كل حاجه فيه تتاكل. لو بحب الطماطم متبله ممكن تكون جنبي، ما حبيتش برضو براحتنا. السمك ما شاء الله على طول يطلع كده، والتانية جنبها كده، والفكرة كلها بسيطة، تسوية باينة. وإيه بقى ناقصه تاني؟ والله ناقصه شايف إن ممكن نديله كرشة كده حلوة على الوش، ونطلع على طول بطبق السمك اللطيف ده على المائدة.